فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى حين ذكر السدل ومناسبته أنه محرم لما فيه من التشبه باليهود، قال ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن السدل في الصلاة المنهي عنه معناه أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، بل يترك طرفيه يتدليان إذا ركع وإذا سجد. والعلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، وبالتالي إذا كان للتحريم فهل يبطل الصلاة أو لا يبطلها، على قولين ذكرهما الشيخ رحمه الله في مذهب أحمد. أولهما أنه يبطل الصلاة لأن النهي للتحريم ويقتضي الفساد، والرأي الثاني أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المسدول، فإنه يكره لكن لا يبطل الصلاة، أو يحرم لكنه لا يبطل الصلاة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله.